السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب. في فرق بين ناقل المحتوى وفي فرق ان الشخص يتضامن مع القضية. الحمد لله اي قضية احنا بنتضامن معاها بنفضل سهرانين الليل بطوله. يمكن الوقت متأخر ان احنا ننشر فيديو دلوقتي، لكن عندنا خبر ومفاجأة هامة بخصوص جلسة غدا 14/1 للقاتلة نورهان خليل اللي أودت بحياة أمها داليا الحوشي. لو فاكرين حضراتكم كان بينا وما بين المستشار الإعلامي جمعة محمد معاد على حكاية نسب الطفل حسين، طلع من خلال 3 دقايق بالظبط عشان تعرفوا ان احنا صحيين وواعيين ومتابعين القضية كمان عن قرب. طلع بمفاجأة هتتفجر بكرة. يعني ايه؟ انتوا دخلتوا الجلسة وجيتوا، ولا الجلسة كانت امبارح، ولا فاتت، ولا ايه؟ لكن المستشار محمد عبد العليم لو انتوا فاكرينه المحامي اللي قال ان انا عندي ظروف زواج بنتي ولازم اوصل للرأي العام ولازم اوصل للمحترم حمادة بيه الصاوي النائب العام علشان قضية حسين. هل في مفاجأة؟ ايوه يا سادة، حسين هيتحول للجنة طبية او ما بين قوسين للتسنين من مرة تانية. يعني ايه؟ والفيديو صغير مش هطول على حضراتكم في المقدمة، ونشوف المفاجأة اللي اخوكم وحبيبكم مجدي البلاوي وسهرانين الليل باتفاق وعلى تواصل مع المستشار الاعلامي جمعة محمد علشان نعرف القضية رايحة فين وجاية منين. والخبر ده يعتبر حصري وسبق لحضراتكم لكل اخواننا واخواتنا. يلا مش هطول في المقدمة ويلا نشوف الإعلامي جمعة محمد بيقول إيه وبيفرح كل الناس إن حسين مش هيتعامل كطفل عنده 14 سنة، لا هيتعامل فوق الـ16 سنة. لكن لو عجبك الفيديو وقدرت جهودنا ما تنسناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان القناة تتقدم بفضل ربنا في الأول وفي الآخر وبمساعدة حبايبنا. لو شفت الفيديو شوفوا للآخر وما تنساش اللايك والاشتراك عشان الكل يعرف قبل جلسة غدا اللي هتكون بدايتها من الساعة 9 صباحا. ودمتم بخير وهسيبكم مع الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللي قلت لكم عليه. السلام عليكم ورحمة الله. خبر عاجل اليوم 14/1/2023 سوف يتم تقديم حكم إثبات نسب في الدعوة رقم 25/26 لسنة 2016، يعني 2526 شؤون الأسرة ل 2016 المرفوعة إثبات نسب للقاتل حسين محمد فهمي محمد خلف ابن سميرة أحمد محمود عوض. هذا القاتل الذي قتل المرحومة داليا سمير الحوشي بمشاركة المجرمة نورهان خليل. وأقول لكم هذه المفاجأة التي سوف يفجرها المحامي اليوم، ورفعت هذه الدعوة 2016 في مكتب الأستاذ محمد عبد العليم المحامي، وهذا الفيديو حصري، واليوم سيقدم هذا الحكم لمحكمة الجنايات ويقدم بعد بكرة، يقدم بكرة برضه في محكمة الطفل ليعرض هذا المجرم على الطب الشرعي. هو ده الفيديوهات اللي نزلت على مواقع التواصل. هنفجر قنبلة بكرة، هنفجر قنبلة بكرة، هي دي القنبلة يا سادة. الدعوة رقم 2526 لسنة 2016 إثبات نسب المرفوعة من أم حسين ضد أبو حسين وكاتب إقرار بالبنوة، وكان ساعتها الولد حوالي 5-6 سنين. يعني الولد دلوقتي رسميا عدى 16 سنة، إن شاء الله يمتص 15 سنة، والتانية إن شاء الله تاخد إحالة إلى المفتي. وخلي بالكم خلي بالكم الأب مش هيحضر النهاردة. ليه؟ محروق من المحامية، المحامية اللي اديته صدقة مبلغ كبير ولعبت بدماغه علشان يعمل التوكيل، ثم عمل توكيل لمحامي اخر، المحامي الاخر اللي هيقدم المستند دون. وبنشكر الاستاذ محمد عبد العليم لتعاونه في هذه القضيه. انتظروا القرار
بعد الجلسة.